في اهتمام كبير بالتعليم الفني والتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية. هنلاقي وزارة التربية والتعليم وقعت بروتوكول تعاون مشترك لإطلاق مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الجيزة، وتكون متخصصة في مجال التطوير العقاري والصناعي والسياحي. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور عمرو بوصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية. صباح الخير عليك دكتور عمرو، اهلا وسهلا بيك. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. دكتور عمرو، فكره البروتوكول اللي تم توقيعه لانشاء مدرسه تكنولوجيا متخصصه في مجال التطوير العقاري والصناعي والسياحي، يعني اعتقد ان دي اول مره نسمع عن حاجه زي كده. بالفعل يا فندم، دي اول مره نعمل مدرسه في تخصصات متعدده. زمان كانت التخصصات بتقتصر على قطاع معين، يا اما القطاع السياحي يا اما الزراعي يا اما الفندقي او الصناعي. طبعا النهارده عندنا مدرسه لاول مره بتجمع ما بين تخصصات القطاع الصناعي في مجال الانشاءات كلها، من حيث البنيه التحتيه والتشطيبات الخارجيه، اللاندسكيبنج، كل ما يعين اعمال الانشاءات في سواء كان المدن او حتى في القرى والنجوع، بالاضافه للتخصصات الفندقيه المختصه بعمليات الطبخ والهاوس كيبنج. فدي مدرسه الحياه مختلفه تماما، ويكون فيها انشطه اقتصاديه مهمه جدا هتفيد ولادنا الطلاب واخواتنا المدرسين اللي هيقوموا بالتدريس طبقا لمنهجيه الادارات في هذه النوعيه من المدارس. عظيم. دي مدرسه ثانوي يا فندم؟ مظبوط يا فندم. طيب، مدرسه ثانوي تكنولوجيه تطبيقيه. هل هتتطلب مجموع معين في الاعدادي؟ في الحقيقه المجموع لسه ما تحددش، لان طبعا احنا ما نعرفش لسه مؤشرات النتيجه النهائيه للمرحله الاعداديه للعام الدراسي 22-23، وبالتالي اول ما تطلع النتيجه الاعداديه اللي متوقع انها تنتهي ان شاء الله شهر يونيو الجاي، هيكون في تحديد للحد الادنى. علما بان الحد الادنى للمجموع بيكون اعلى في الغالب العام من الحد الادنى للقبول بالتعليم الفني العالي، ده من ناحيه. من ناحيه ثانيه، الولاد والبنات اللي هيلتحقوا، لانها مدرسه مشتركه بنين وبنات، ولادنا اللي هيلتحقوا بهذه المدرسه هيقوموا باجتياز مجموعه من الاختبارات بتاعه الذكاء والمهارات والكشف الطبي قبل التحكم بهذه المدرسه للتاكد من قدرتهم على القيام بمهامهم اللي هيقوموا بيها بعد كده. وحتى هذه الاختبارات مش موجوده في المدارس الفنيه العاديه؟ لا طبعا، لان حضرتك زي ما حضرتك عارف الحمد لله مدارس التكنولوجيا التطبيقيه بتتميز بميزه مهمه جدا، انه تقريبا كل خريجيها بيلاقوا شغل فوري، واللي ما بيلتحقوش بسوق العمل ده بيكون بسبب ارتباطهم بان هم عايزين يكملوا دراسه بس، لان هذه نوعيه من المدارس زي ما حضرتك عارف بتتيح للطالب ان هو يلتحق بسوق العمل وفي نفس الوقت يقوم باستكمال دراسته في الجامعات التكنولوجيه اللي الدوله قامت على انشائها في الفتره الماضيه. او بيلتحق بالدراسه بس طبقا لرغبته هو، مش لرغبه الشركه الراعيه، لان الحقيقه بتصرف فلوس كتير جدا في عمليات التدريب والاعداد لهؤلاء الطلاب، وبالتالي الشركه بتكون حريصه على انها تلحق هؤلاء الخريجين بيها فور تخرج. دكتور عمرو، في انواع من الشراكات تم الاتفاق عليها او محطوطه في خطتكم في الفتره الجايه مع سواء بقى مصانع او شركات سياحه او ايا كان التخصص اللي الطلاب هيتخصصوا فيه للتدريب اثناء الدراسه، بحيث ان زي ما حضرتك بتقول اول ما الطلاب بيتخرجوا على طول بيتم الحقهم بسوق العمل، فلو هم اتدربوا بالفعل في المكان اللي هيشتغلوا فيه فاعتقد ده هيبقى يعني مكسب للطرفين. مظبوط. زماننا في الحقيقه انه عندنا المدرسه دي هي 37 في سلسله مدارس التكنولوجيا التطبيقيه، عندنا مدرسه مهمه جدا ان شاء الله يوم الاحد مع الهيئه العربيه للتصنيع هتبقى 38، وفي مدرستين في قدوم ايام قليله يتم توقيعهم مع مؤسستين زراعيتين في الفتره القادمه ليصبح العدد الاجمالي 40 مدرسه منتشرين في 11 محافظه من محافظات الجمهوريه، وان شاء الله قريبا جدا هنشهد مزيد من التوسع في انشاء هذه المدارس في مختلف المحافظات. احنا الحمد لله عندنا
كم جيد من هذه المدارس اللي بدات من منذ عام 2018، يعني في 4 سنوات قدرنا نوصل الرقم ده، وده بنعتبره يعني انتشار جيد ومؤشر نجاح كبير لهذه النوعيه من المدارس. لكن ان شاء الله باذن الله خطتنا القادمه في ان يكون في كل محافظه من محافظات الجمهوريه مدرسه من هذه النوعيه في المجال الاقتصادي الاكثر شيوعا في هذه المحافظه لخدمه اهالي المحافظه والمشروعات الاستثماريه ومشروعات البنيه التحتيه اللي الدوله بتقوم على انشائها في كل محافظه من محافظات الجمهوريه. ده عظيم. طب لحين ده ما يتم ان يكون في فرع لهذه المدرسه في كل محافظات الجمهوريه، المدرسه الحاليه اللي هي موجوده في الجيزه هل هتقتصر فقط على ابناء الجيزه؟ لا طبعا، هي بتخدم الجيزه والمحافظات اللي حواليها، يعني بتخدم الجيزه والقاهره والفيوم، مدينه السادات، المدينه السادات ممكن تخدم كل ابناء هذه المناطق. انما هي الفكره انه يكون هناك سلسله من المدارس تابعه لجهه واحده زي مدارس وي مثلا اللي بتنتشر في 5 محافظات مختلفه، دي فكره قائمه بالفعل. لكن بترجع في المقام الاول لمدى قدره الشريك الصناعي او الشركه الراعيه لهذه المدرسه في انها تخدم عدد اكبر من المحافظات. لكن احنا بنستهدف بغض النظر عن كل الشركاء الافاضل الراعيين لهذه النوعيات من المدارس، ايجاد شركاء جدد في المحافظات المختلفه لخدمه الانشطه الاقتصاديه اللي بتختلف طبعا طبيعتها ونوعيتها من محافظه لاخرى طبقا لما موجود في هذه المحافظه. عظيم. احنا بنشكر حضرتك دكتور عمرو بوصيله رئيس الاداره المركزيه لتطوير التعليم الفني ومدير وحده التشغيل واداره مدارس التكنولوجيا التطبيقيه، شكرا جزيلا ليك.